دورة الحياة تقتضي أن يقوم كل جيل بتعمير الأرض وفق شروطه ومتطلباته وإمكانياته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وبعد أن يفنى أبناء ذلك الجيل تبقى ممتلكاتهم موجودة، حيث يمكن للأجيال اللاحقة أن تستخدمها وتستفيد منها بشكل جيد، ويطلق على ذلك كل ما تبقى من ممتلكات مادية للأجيال القديمة، فلا تكاد تخلو منطقة في العالم من الآثار، إلا أن مقدار هذا التواجد للآثار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. أعزائي المشاهدين، اليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة من أهم الأماكن الأثرية والتراثية اللي موجودة محافظة بابل. محافظة بابل واحدة من المحافظات العراقية التي تحتوي على إرث حضاري مميز وتاريخ عريق يرجع إلى آلاف السنين. اليوم اجينا إلى واحدة من هذه الأماكن الأثرية والتراثية، وهي قلعة الإكسيرات اللي موجودة بهذه المنطقة الزراعية. نلتقي بالشيخ حسين عبد الأمير إبراهيم الإكسيراوي الإكسيري حتى يحكي لنا عن تاريخ تأسيس هذه القلعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم شيخنا الجليل أبو علي، ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. شيخنا، أريد تحكي لنا عن تاريخ تأسيس قلعة الإكسيرات، بأي سنة تأسست هاي القلعة؟ هي قبل تأسيس القلعة، هذه المقاطعة هاي الموجودة اسمها مقاطعة القدس. نعم. هاي المقاطعة تقريبا بها 4000 دونم تم شرائها من اليهود بداية الأربعينات. نعم. وبداية الأربعينات تأسست القلعة، بنت هاي القلعة، بناها جدنا الأكبر إبراهيم الحسين، وهو الشيخ العام للشيخ الإكسيرات بالعراق. وبالنسبة للبناء الموجود بها، بناء منظم خاص بالضيوف وبالعشيرة اللي هو يخص المضيف، وصالونات خاصة للضيوف مثلا من غير مدن، وغرفة خاصة للخدم والعبيد الموجودة، والقلعة اللي جوا قلعة العائلة اللي هي موجودة بها، الأماكن الخاصة للعائلة وضيوف العائلة. زين، في أي سنة بالتحديد يعني بنت هاي القلعة؟ هي البنت يعني بالمنتصف الأربعينات، يعني منتصف الأربعينات، يعني بال 1944 45 46 هيش. يعني جدك هو اللي بنى هاي القلعة حتى يعني يسكن هو بيها وعائلته، بالإضافة إلى الضيوف اللي يجون أو عابر السبيل أو المستطرق، فيجي يعني يضيف بهذا المكان. زين، أريد نعرف من حضرتك، هل كان دور لهاي القلعة يعني لمساندة العشائر العراقية الأصيلة بثورة العشرين؟ هي مو بس بثورة العشرين، هي القلعة تعتبر رمز العشيرة. نعم. والعشيرة كانت تسكن حول القلعة، يعني هاي قبلها كانت بيوت شعر، قبل يعني بيوت شعر تلتف حول العشيرة، حول القلعة من مقدمتها أو من خلفها أو هاي، والقلعة بالوسط، وهاي القلعة جامعة إلى أبناء العشيرة كاف. ظلت هي بالنسبة لهم أي شيء يصير، يعني مثلا واقعة تاريخية أو مثلا موقف عشائري، هذه العشيرة واللي أتباع العشيرة ودائر ما دائر العشيرة تنجمع هنا بالقلعة. نعم. فطبعا احنا بالنسبة عشائر البسلطان شاركت في ثورة العشرين ولها دور، وشارك بها جدنا أبو إبراهيم الحسين اسمه حسين العجين، هو اللي شارك بثورة العشرين، وهو القام اللي بقيادة العشيرة ومع القادة من عشائر البسلطان اللي هم مثل ما يقولون تكونت
كوحدة عشائر بسلطان جمعة وتكونت كعشيرة وحدة وراحت يعني تدافع عن أو تقاتل ويا الثوار بثورة العشرين. زين، هم مثلا صارت مواجهات بهذا المكان بين الاحتلال العثماني البريطاني بعد ما اجوا يعني احتلوا العراق وحاولوا يسللون الى داخل العشائر او داخل المناطق الزراعيه حتى يستولون عليها ويفرضون جبايه على المزارعين وعلى الاقطاعين حتى يعني يسيطرون عليهم ويستغلوهم؟ طبعا هم بالعهد العثماني الكودة موجوده. نعم، الكودة هي ضريبة يفرضها الحكم العثماني، واكو من هم يعني من هم يعني يقومون بهذا جمع هاي الكودة من العشائر. نعم، ومو بس عشيرتنا، يعني عشيرة البسلطان كلها جمعوا منها الكودة وهاي المنطقة كلها، لأن هم الحكومة العثمانية حاولت أن السيطرة ففرضت يعني سيطرتها على العشائر بهذا الشيء، بأن تفرض عليهم ضريبة، وهاي الضريبة يجون اللي هم خاصين بجبايتها ويأخذوها منهم. بالنسبة للمواجهات بالنسبة للحكومة العثمانية يعني مثل ما تقول الأكثر صارت هي بعيدة عنا، يعني صارت يعني مناطق الديوانية وغيرها، أما هنا لا، ما صارت مواجهات مع الحكومة العثمانية يعني كحكومة يعني. نعم، بالنسبة كديوانية، لأنه البريطانيين من إجوا يعني معداتهم العسكرية إجوا عن طريق القطار، فالقطار اللي يجي على الديوانية سبب هو السبب يعني اللي صارت هناك مثل معركة الطلائعات اللي صارت بالسماوة من عشار بن حشيم قيادة شعلان أبو تشون وغيره، بالإضافة إلى المعركة اللي صارت بالرارنجية وبالكفل والبارجة اللي موجودة بالكوفة على شط الكوفة أيضا. هسه احنا نريد ندخل حتى نتجول، احنا ندخل ونتجول وشون اللي تريدوا احنا حاضرين. الله يبارك بيك أبو علي، وسهلا بيكم، وهذا احنا نشكركم لأنكم جاي تحافظون على الأماكن القديمة والتراثية اللي هي تمد أبناء العشائر هاي أصالتها. يعني الإنسان مثل ما يقولون الشيخ أو ابن الحمولة، كل ما يكون عنده عمق تاريخي أو عنده إرث تاريخي هو يقوي شخصيته ويقوي مكانته بالمجتمع. والله شيخنا هذا يعتبر تاريخ، والتاريخ يفتخر به كل عراقي غيور، كل عراقي شريف أن يعني يحافظ عليه ويصونه إلى ولأولاده ولأحفاده واللي يجون بعده، فيفتخرون بهذا الشيء. نقول مثلا أجدادنا قدموا وبنوا وأسسوا حضارة وأسسوا تاريخ، وعلى العكس احنا نشوفك ناس لا تهمل هذا الشيء. طبعا احنا يعني جاي نتجول بهواي اماكن تراثيه وهواي اماكن اثريه، جاي نشوفك ناس تهتم به صح وصونه وتسوي له ادامه وتحافظ عليه، واكو ناس لا والله حاملته فذاك اليوم واحد يعني يقول انت بطران جاي من كربلاء وماشي لعين التمر وماشي على مود والله قصر شمعون وقصر كذا، فاكو هيك ناس. فس احنا بس هي يعني أهم صفة يعني بالقلعة ومثلا وبرجال القلعة الموجودين، طبعا الشيخ موجود وعمامه موجودين. نعم، بس أهم شيء هي بهذه القلعة هي التلاحم الموجود بالعشير. وما يعني كانت يعني احنا كزمن آبائنا أجدادنا يسولفونا كانت ماكو مشكلة ما تنحل بهذا، فهي شلون موضع يعني حتى الله سبحانه وتعالى مبارك به لأنه لحل مشاكل الناس، قضاء حوائج الناس، مساعدة الناس. شيخنا أبو علي، كان أكو الاحترام إلى دور بين أفراد العشيرة، بين كأخو الأخو الأكبر أو العام أو الأخ أو الخال صح. يعني شوف هسه إحنا موجودة هاي الصفة بس نوعا ما شوي ضعفت. يعني هسه مثلا جارك قبل يعني من يحاكيك انت تاخذ حكايتي، هسه نشوف مثلا الاب من يحاكي ابنه هي هاي شويه ايش تسوي؟ هي الظروف. نعم، الظروف هي اصبحت هسه هيك، واللي حكمت العالم الظروف بهذا الشيء. اي انا احب احكي عن يعني شخصيه جدي، يعني ابراهيم. نعم، جدي كان يعني متميز بانه رجل متدين، والمنبر دليل على ذلك. هسه المنبر الموجود بالمضيف دليل على ذلك، وإنسان يعني محب للخير، محب يعني لعاشيرته، محب لأقاربه، وهو يعني من يعني الشيء اللي افتخر به بصراحة. واللي هاي من توفى سيد محسن الحكيم دز ابنه
السيد يوسف قال له لازم تصل على جنازته والشيء الحجي يعني بحكم العلاقة الدينية والارتباط الديني. وهذا يعني الحمد لله والشكر إن شاء الله نمتد هذا بالعائلة ويعني أولادنا وعائلتنا وعمامنا كلهم هذا النهج موجود إن شاء الله والحمد لله والشكر. القلعة مساحتها يعني كبيرة جدا أكثر من 2000 متر مربع ونظامها على شكل غرف متسلسلة. راح ندخل إلى داخل القلعة وحتى نصعد إلى سطح القلعة حتى أراويكم بناء هاي القلعة الأثرية والتراثية المميزة اللي موجودة بواحدة من مناطق محافظة مرعب. حضارة وادي الرافدين واحدة من الحضارات القديمة في الشرق الأدنى، وتميزت هذه الحضارة بقيامها عند نهري دجلة والفرات اللذان لعبا دورا كبيرا في نشوء هذه الحضارة، وقد ساعد وجود هذين النهرين على استقرار الناس وارتقاء حضاراتهم. وتعد حضارة بلاد الرافدين أقدم حضارة في التاريخ الإنساني، واحدة من أهم الأماكن التراثية والحضارية، وهي قلعة الإكسيرات. هسه دخلنا إلى داخل قلعة الإكسيرات اللي موجودة بهاي المنطقة. القلعة تتكون من عدة غرف بالإضافة إلى موجود هذا المكان اللي يخلون به السير أو الحبوب اللي يخلون به الماء. قلعة الإكسيرات هي واحدة من أهم الأماكن التراثية والحضارية الموجودة في محافظة بابل، حيث تم بناء هذه القلعة في سنة 1945 ميلادية. تم بناؤها من الطابوق الآجر والجص، وتقدر مساحتها بحوالي أكثر من 2000 متر مربع، وهي مربعة الشكل، وتحيط بها من جميع الجهات المناطق الزراعية، وتظللها أشجار النخيل حيث أعطتها جمال الطبيعة الساحرة. وتعتبر هذه القلعة هي المكان الرئيسي لتجمع أفراد العشيرة بكل المناسبات المهمة والتجمعات وحل النزاعات العشائرية. تأسست هذا الكاشي قبل ما هو كاشي، كاشي وهاي العقادة يعني هذا شيء متميز. كل خانة عقادتها شكل، هاي واحدة مثلاً سف الحصير، هذه مثلاً دائرية، هاي تختلف ليش؟ الناس يلوحون راح تروح تختلف يعني الظاهر يعني قبل يخلون فتنمسة فنية يعني بالبناء، وهي هذا اللي مثلاً يحافظ عليها التراث. يعني من إجوا آثار بابل وشافوها قالوا يعني هذا الشيء يعني نادر ما موجود، يعني هيش عقادة يعني تذيب وهيش هاي. وأيضا تعتبر هذه القلعة من الأماكن المهمة لإيواء الزوار والمسافرين، حيث يأتون إليها من كل مكان ويتم استقبالهم وتقديم الطعام والشراب لهم والمبيت في داخل هذه القلعة.
يقول ابو مصطفى يقول حيوانات وغيرها شنو ما تصعد لا حيوانات لا تلوح الرطوبه ولا مخزن للبذور اللي يستخدموها الزراعات هاي الغرفه اللي كانوا يخلون بها الحبوب بالاضافه الى المواد الغذائيه اللي يخافون عليها من التلف ايضا هذا المكان يحافظون عليها من الرطوبه واشعه الشمس يحافظون عليها ما راح تتلف إن هذه القلعة هي واحدة من القلاع الموجودة في محافظة بابل التاريخية وكان لهذه القلعة دورا بارزا وفعالا في مساندة العشائر العراقية الأخرى في ثورة 20 الخالدة التي حدثت في عام 1920 ميلادية من أجل دحر المحتل البريطاني وتحرير العراق وتربته الطاهرة من دنس الغزاة حيث شكلت العشائر العراقية قوة واحدة من أجل نصرة باقي العشائر في مختلف المحافظات العراقية الجنوبية والشمالية حيث كونت يدا واحدة من أجل دحر المحتل البريطاني والعثماني وتحرير هذه الأرض حيث تم أسر والاستيلاء على معدات الجيش البريطاني في الثورة الكبرى الخالدة التي حدثت في مدينة الرارنجية التابعة إلى محافظة بابل وفي محافظة السماوة في معركة العارضيات التي تم من خلالها الاستيلاء على القطار بما فيه من المعدات وقتل الجنود الموجودين داخل القطار. بالنسبة للعائدية والعائدية الملكية بالنسبة للشيخ إبراهيم الحسين هو اشترى هاي المقاطعة اسمها مقاطعة القدس 4000 دونم وعدة مقاطعة أخرى اسمها طويريجات 1000 دونم وعدة أراضي استصلحها سحلها الصرف حدود يعني 10000 دونم يعني ما بحوسته تقريبا هذا يعني الرقم اللي هو بحدود 15000 او 14000 دونم اللي هو تحت يعني ملكيته ومستغلها هو هاي بالنسبه يعني للامكانيه طبعا الظروف اختلفت وهاي واجى الاصلاح واخذ الاراضي كلها وما بقت غير بس 1000 دونم واحنا محافظين على هذا ال1000 دونم حفاظا على سمعتنا حفاظا على سمعه عشيرتنا حفاظا على الملكية الما هو مثلا آبائنا وأجدادنا حافظوا عليها أيوة الحمد لله إن أبو علي أريد تحكينا من هو الشيخ عبد الحسين عبد الأمير الإكسيري حياتك تاريخك تحصيلك الدراسي يعني أريد أن تحكينا عنهن باختصار أنا ولدت في هاي القلعة سنة 1961 نعم وكملت دراستي الابتدائية بناحية المدحتية والابتدائية والإعدادية وبعدين كملت دراستي ككلية في جامعة الموصل كلية الإدارة والاقتصاد خريج إدارة واقتصاد يعني ما شاء الله يعني الحمد لله يعني توليت زعامة القبيلة والعشيرة بعد وفاة والدي سنة 86 أنا تخرجت من الكلية سنة 87 يعني أنا فعلت كلية وتوفى والدي إيه. الله يرحمه الحمد لله احنا بالنسبه لنا من يعني انا توليت هذه رئاسه العشيره قمنا بالدور اللي هو يرضي العشيره ويرضي الله يرضي العشيره قبل كل شيء فقمنا يعني اولا الاتصال بكافه افراد العشيره في محافظه ديالى عندنا قريه اسمها قريه الاكسيريين وفي بغداد في كافه مناطق بغداد موجوده
وفي الكوفة احنا عندنا في النجف وفي الناصرية وفي وسط الصويرة وفي الناصرية في البطحاء وداخل الناصرية عدد كبير يعني من العشيرة الموجود. هاي كلها أنا حبيت أن يصير تواصل وياها وحل مشاكلها وقضاء القضايا حل القضايا اللي هم متعلقة بيهم، والحمد لله وفقنا لهذا الشيء. وإحنا بمساندة عمامنا الموجودين الخيرين من رؤساء الأفخاذ من الناس الخيرة الموجودة من الناس اللي عندهم إمكانية سواء كانت اجتماعية مادية فلقضاء حوائج الناس وتسهيل أمورها. يعني أفهم من كلامك أبو علي بأنه عندك تواصل يعني وكل اللي مدوكم بصلة يعني مختلف المحافظات يعني يصير أكو لقاءات أكو مثلا ندوات اجتماعات. طبعاً احنا لقانا السنوي بالعيد يعني كل عيد، عيد الفطر ثاني يوم عيد اكو لقاء لكل العشيرة تجي والبقية اللقاءات يعني هاي. واني يعني افتخر سويت مؤتمر علمي للعشيرة يعني جمعت شباب العشيرة الخريجين واللي طلبت كليات ونشرت اني هذا المؤتمر، وهذا المؤتمر شجع بقية أبناء العشيرة يعني التواصل العلمي، حتى أكو ناس كانوا مبطلين من المدرسة من شافوا زملائهم متواصلين وكليات وهاي يعني حفزهم هذا حفزهم والحمد لله والشكر يعني يعني بالنسبة لنا متابعيهم متابعين أبناء العشيرة كلها والحمد لله والشكر. الله يبارك بكم ووفقكم فعل الخير فعل كل شيء هو مصلحة الكل ويرضى رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه همتين لي من الأولاد ثلاثة أولاد الله يخليهم. الشبر منهم اسمه علي يدرس هسه بالحوزة بعد خريج فيزياء ويدرس بالحوزة، ومحمد حسن هو خريج إدارة واقتصاد، وإبراهيم كلية الصيدلة. إضافة إلى أخواني هماتين بالنسبة موجودين موجود محمد ومصطفى كان مدير تسجيل المعهد الفني في محافظة بابل، عباس في موظف في محافظة بابل، وأبو عباس خلف اللي هو قام بإدارة الأراضي الموجودة عندنا وإدارة الأمور الزراعية. أما أبناء عمامي موجودين هنا من المساندين إلي أبو محمد قاسم موجود وبقية مثلا بيت أبو الروك كاظم، بيت عبد الكاظم الحسين، بيت خليل الحسين، هذول عمامنا موجودين وناس خيرين وارتباطهم ارتباط قوي وارتباط حلو، تواصلهم تواصل حلو يعني خادم الناس وخادم العشيرة وخادمين قرايب. الله يخليكم ويديمكم البعض. بنهايتنا لهذا اليوم ما يسعنا أن نشكر الشيخ أبو علي عبد الحسين عبد الأمير إبراهيم الحسين إبراهيم القصيري على رحابة صدره وعلى هذا الترحيب إلى ولكل الإخوان اللي موجودين ويا واللي موجودين بهاي القلعة. وألف شكر إلك أبو علي على هذا الترحيب. أهلا وسهلا بكم ومرحبا، أحليتم ضيوف كرام في هذه القلعة، القلعة اللي هي تاريخية واللي أنتم من الناس اللي تحافظون على هذا الإرث التاريخي الحضاري لبلدنا. وإن شاء الله لقاءات أخرى نشوفكم بأعز الأمور وأحسنها يعني. الله يبارك بك شيخنا، الله يوفقكم ووفق كل الموجودين كل الإخوان اللي ويانا اليوم اللي رافقونا بهذا المكان التاريخي المميز اللي نعتبره يعني من أهم الأماكن التراثية اللي نفتخر بها إحنا ونفتخر بها أنتم ويفتخر بها كل عراقي غيور شريف يحافظ على إرثه وحضارته لأهله ولأولاده ولأحفاده وللأجيال اللي تجي حتى تعرف أن العراق هو بلد الحضارة بلد التاريخ العريق اللي تمتد حضارته وتاريخه من آلاف السنين. من أهم الأماكن التراثية لمحافظة بابل هي قلعة القصيرات. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد، وانتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى عجبتكم حلقتنا لهذا اليوم بقلعة القصيرات. أتمنى تخلون لايك للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصعد لكل الناس لمحبين الآثار
وتراث بلاد وادي الرافدين. وشكري إلى كل من ساعدنا.